الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولا شين جوهر حسين هل كان نقل سعطان وشنال كينو جوهر حسين إنو ما مشا وحرجينا إنا عافمات قفتان سيدا أني قبقان وعافمات خبو إن قصة دا مانتنو هايو والله وقصة عجيبة قصو ينكي هاي مانت سناك صوت دورتي تانا سيدا هاد وجيه واكد لها نيسان إيقات لكتي مت حزينة أما مت يعني وحياه بضن أني شخصي أهان جوهر حسين أهان أنك قاتي قصة دا سيديكو بلابطا أنا طبعاً بلي آذن كطبعاً إلهي سبحانه وتعالى سيدو شنطان فروض وصن وأورن وصن أسمن وبلي آذن كان وصن أسمن مركب بلي آذن كقارن أسيع دورتي قارن إلهي سبحانه وتعالى كده طبعاً قار تقيين وإلهي سبحانه وتعالى كعبسان وحول ب وحول بني وحي نفته ذكو قصبان إني إلهي سبحانه وتعالى درتي سعو وهران وحي إلهي سبحانه وتعالى أرالك يهني إلهي سبحانه وتعالى درتي سأي أصميان وحو البو وناك أهنا الله سبحانه وتعالى درتي سأي أصميسو وحجري ويل كمت أهوي لشاء صالحين وما شاء الله أهل الصلاة أهل التقوى استغفار هذين ويل كاس قف والبو برتا وحو رجين جري إنو لفرستو إنو وقت لقاتو إن أو نلاش وحيا وبدن أو كبرتو رنتي ويلكاس وحو أها قف إلهي سبحانه وتعالى كحرن قف نلاش وح بدن قف كل فريستا كفهما قف إن هدوسنها إن الله مستعان ودريقة صحدة أو كسعون إن دريقة قرد أو كسعودو وحو أها ويل درتي سأي ضد بدن إن يكسو هنونان وحو أها ويل سبحان الله عبادة إلهي سبحانه وتعالى انت بضن لاغد ديسادو دلن يرى أصيغو أهدن وحو كسي فووي وناك إيو إنو نفتي سهر مريو إنو نفتي سحمان تكرهو أصلاً قفك بلي آذنك أو قوة إلهي سي أود إلهي سي وكان نفتي سحمان تكرهو وقفت نفتي هذا قعن بره قبطة وقفت نفتي هذا لدقاشا قفك نفتي سلدقالة ويل كان وحا إن الله مستعان طبعاً وحا لآذاي سفر أوه جزيرة هندية كتالو إن لو سعودي طبعاً إن سفر كي أيو خدر سمي ويل كان أو أهل التقيق أها ويل كوناكسن أها ويل إلهي سبحانه وتعالى كحرن أها طبعاً وحا للراعة مركب على الراعة مركب جزيرة لو سعودو مركب كي ودلحيس كي للراعي ما شاء الله قف والبو مركب كسارن وحو رجين جيري ويل كان إن ولفريستو dadk wanaagsan waxay jeclaayeen inay wiilkan la fariistaan waqti la qaataan ay kalimado ka qaataan ay noloshooda dhabta ah in nolosha aakhiraba in nolosha adduunka hormar gaarsiinayso wiilkan ay ka qaataan wax ay ka bartaan qof ala qofki markabka saaran oo barto oo muslim ah wiilkan agtiisa kama dhaqaaqayo abadan abadan markabkii waxa saarna dabcan dad oo jasiirada ugu socdaan faaxisho iyo waxan loo joogin dadka qaarna waxay u socdeen inay iska soo dalxiisaan familygooda ay jabiga u soo gidiyaan oo jibi gidin ayay u socdeen walaw anaga taas aan sameeyna Soomaali hadaan nahay dadka caalamka sameeya inta badan 99.9 marka Allah musta'aan waxa dhacday jasiiradii waa la tagay markabkii wuxuu ku xirtay jasiiradii uu socday dabcan waa la degaya oo waxba la soo fiirsanaaya meelaha dalxiiska la aadaya waxay sidaas ahaatabo wiilkan wax yar waxa laga yaabaa inuu doogaga meelaha qurux badan oo soo fiiriyo meeshiisi markabkiisi uu ku soo noqdo een mar walba wuxuu sameeyaa meelaha een oo caadiga ah isku soo fiiriya een markabkiisu ku soo noqdaa marka waxaa jiray wiil oo aad ii aad faaxishada u jeclaa oo mar walba na jasiiradan iimaan jiray oo kaliya uu iimaan jiray faaxisho iyo waxaan diinteena raali ka ahayn uu iimaan jiray wax een Allah mustaan tabaan waxa jirto meel oo gabdhaha iyo waxaas lagu haayo meesha soo wuxuu een sanad walba uu iimaan jiray in oo waqti in ku qaato wiilkii mar walba uu baxaya uu soo noqonaayo uu baxaa uu soo noqonaayo markii kale dabcan wuxuu u imaaday wiilkii saaliha ahaa ama wiilkii wanaag badnaa wiilkii taqwada ahaa wiilkii ahlu taqwaha ahaa wiilkii in Allah ka cabsiga badnaa wiilkii salaada aan ku dari jirin wiilkii ahaa wiil aad u wanaagsan oo in lagu daydo qof walbo een rajayn jiray cunugiisa sidiiso kale inuu noqdo ama inuu la fariisto rajayn jiray wiilkii wuxuu yiri adii maalin walba meesha maxaa u fadhinaysaa
ما سو أركتت ماشان وحك جرو إيو وح ماشان لو دكتو إيو ماشان لا أذ ما سو أركتت مركز وحيري أنا جا مرة بو إن ماشان أو ضدك أذا يعني مرة بينا أذا أنا وح وإما ضد الحيس إنا وح في فير صدق قدمنا ماشي إذا أو نغضى أنا وما إيمان المال فوق إيمال هاس إنا جارو مرة بو أوكي وده هاي واي هاي اختيارك لكن ماشان وح تالو ده هاي نول أيا تالو نول أذ وقرح بدنا تالو ماشان نول أذن ولي جا استهينين وحلا سايا تالو ولي جا أذن رجينين نول أذن ولي جا استهينين وحلا سايا تالو رنتي إن مركا عرفتيت أو مركا ساك الشيكين كرتا ما أسكسو في رسيت مية صاحبه مية يعني ماشي اسمه آذي كر ويلكي ووعدين جري طبعا ووعدين جري لكن إلهي سبحانه وتعالى قف كيسو هدي يا هنون سمو قف كإلهي سبحانه وتعالى هنونين ما هنوناي هدي قف وهنونين لها وحو وحا رسول كان عليه الصلاة والسلام وهنونين لها أذير كيسا أبي طالب إنك لن تهدي من هو في النار وحاملينا إنه صاصي هاي وصحي هاي حضان قلدنا هاي ونفتي ذي إشيلدان حضان صحينا الله سبحانه وتعالى حقيسي كسقناتي وحاد عذي مركو ويلكي مالي والبو تشكيلنا طبعا وهو تشكيلنا مالي والبو حولي هاي إسكسو أرق ماشان وحي راجوغينا إن وحبضا مجوغينو إن فرصة كالينا ذنو أهلنا لغياوا إن صوبح إسو أرق ويلكي طبعا مالي والبو سوء تشكيلنا أسيقنا ووعدين هاي وحا إن لقاتي ويلكي صالح أها ويلكي أهل التقوى أها إن وح وحال ويري إصورة عكلية وح بها سمين حق إيجي استاج بس إصورة بس ماشان قلاي وح أصلاً بهركيزن أما هالطابعين كلية حق أس إيجي استاج ويلكي وح ويري واي هو يري وصاب حي طبعاً إن وح قلاي ويل كان وصوك حي مقصوك حي وح قلاي مال أو قبلها إسوي إمادان إن ديسكو أما بار عمل أها وح والبعاد إيكيهين ويلكي أهل التقوى أها مال فوق كاستاجر أنتي ماشي وقلي ماشي مركو قلي ويلكي سوق وجري ماشي وحا إن جري كصوب حي أما ماشي ديسكو وأها ديسكو وتقانين عملينا أما مجع كلا صومال ولا عملينا إن وإلو كلاب أوكي مركه وحا إن ماشي كصوب حذي جبر أو رجع جوان حرنو أو يعني أو إندها سو جيدنا يعني indaha soo jiidanaya hada sheeytaan wax walba markay in gabadha ay qaadan tahay in waxa sheeytaan u sii qurxiyo marka runtii gabadhii markay meesha ka soo baxday waxa indhihiisa iyo indheeda isku dhaceen wiilkii in wiilkii markay indheeda indhihiisa isku dhaceen way dhoolacadeysay markay dhoolacadeysay in way ka soo baxday meesha markay ka soo baxday markaas wuxuu yiri maxaa way meeshan waxaan lagu hay bal iska fiiri bal wuu galay wuxuu arkay saaxiibkiisa intaas oo qufood intaas oo gabdho qurux badan dhinacyada ka fadhiyaan oo lahaasaa waayo in wax la cabay markaas wuu ka soo baxay markuu ka soo baxay oo meeshiisii uu istaagay wiilki saaxiibkiisi wuu soo baxay markaas wuxuu yiri wuu ku qeyli maxaa way waxaan aan sameeyneysid sida uu dhaqmeysid maxaa way sida aan sameeyneysid maxaa way adiga waxaan ku dhaho dhahay wiilki oo dariiq qaldan ku socday wuxuu yiri adiga iga soo dabagal ku yiri adiga waxaan ku yiri ani meeshaada taagnaa meeshaada iska istaag maxaa meeshaan ku soo geliyay meeshaan runtii adiga waxa tahay wiil oo ahluddin wiil ahlad salaad wiil oo waxyaabo badan lagaaga deysa meeshaan kale lagu ma talagelin meeshaada iska taagnaa meeshaada iska istaag maya waxaan mu wanaagsana aad sameeyneysid sida wax u wadid ma wanaagsano waa uu wacdiyay oo uu muhaadareeyay ee tabaan ee qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo hanuuniya hanuunsama wala soo baxay waxa la isku soo raacay markabkii weelkii mar walba uu tashkiilina ma iska soo gashid ma iska soo fiirisid runtii aan meeshaas caadi ma ahan xitaa soo gal gudaha ila soo gal adi waxba ha sameeynin meesha ha fariisanin keligaaga meel gooni ah u fariiso waxay doodaan ba habeenkii oo dhan wuxuu ka dhaadhiciyay in uu gudaha la soo galo uusan la fariisanin laakiin meel fog ka fariisto wuxuu sameynayo uu indhaha ka fiiriyo keliya oo soo baxay dabcan sidii uu sameeyay waa lagu ittifaaqo wuxuu yiri waayahay ani korle ka fiirna laakiin wax ma sameynayo wiilkii kale wuxuu yiri waayahay okay korle iga fiir waxa sameynayo keliya fiiri adi meeshii la soo galay waa la soo baxay meeshii la imaaday meeshii markii la imaaday kii oo dabcan faaxishada inta badan uu sameyn jiray meel oo fariistay Allah musta'aan waa cajiib waa walaa saaxiib ku xun noloshaadu ku cayaara saaxiib ku xun waliga warkiisa lama qaato saaxiib ku xun dariiq xun uu ku jideeyaa qisadan runtii waxay u noqotay qis waqti u baahanahay dhageystay
ان ماما او هاد كهر مرة حجينا يقولي هذا الجوعي وحي ده هذي جواهري هاي معاني ولي يعني أنا صلاة دكانين كفوجو نينك صلاة دكانين معلوم والبمركة أكتي زوكو كعد أستيقنا أوجيفو معلوم تكل أديك عد أسدي سنقنا على هذي واسع حنيسة وقتي جيسة صلاة هدوارن قف حن مركة إن صاحب لنا قتيد أما وح على وذاكتيد وكجيدنا يا إسك إلالية إن كان الرجال هدينين هدوني هاي هدينا تهاي إسك إلالية صاحب كحن هدا وح وشيء كرتين وشجع هدي أو قادم وين هدي أي قادم وين نفتينا كفوجية نفتينا كلفوج هذا إلهي سبحانه هدي قف قص أو حكوه ستين قف قص هدي أنا أصل هذا إن محير هذا أصل نرى البكربته قف قص هدي صاحبتني ما أكرتي ماشي هذا إن كوبنت ماشي هذا كوب كنصل إلهي سبحانه وتعالى بدل قير قب قصينا إنه محير هذا أصل ومحبيبة إنا هذا جعل هاي ورسول كان عليه الصلاة والسلام وقبي مركو نك هذا إن لنتي لبرك عضات أيدكتي إن إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذه أيد عيسته إلهي سبحانه وتعالى يا أصدري عليه أفضل الصلاة والسلام رسول كان عليه الصلاة والسلام أصدري سبحان الله محاك قير بدل قير قلق لا إلهي سبحانه وتعالى قير قلق لا أصدري قف حن مركان رش هذا عك جويست إلهي سبحانه وتعالى درتي سنة أو جويست وهو إلهي وحكو صدرا بدل قير قبو إلهي سبحانه وتعالى ولي وسيد دق دقو إلهي كو صدرا وهو صاحب كحن نارت مرك آقر لجوه نارت محاد دلبان يسا مرك الله صاحب كيغا هلايك يانو الله يحي صاحب كحن كفهو هذا الله وضي إلهي سبحانه وتعالى درتي سكوه الشيو ولا لكو نقضو وحكو وذاقن وهو حرك الله سبحانه وتعالى أيها رسانايان فهميسين مركا الله مستعان ويلكي ان ماشي مركي او ايتاجين او وحي او فيرسناي طبعا ني كان صاحبكيسا او وحو سميناي مركا غبر ولا هادلي او غبدها ميشا ان كميد اه وحو يري ويلكاس مو وجيداها باي طريقه سدا ميشان كو كيني كرتيد انولشان كو سو غلين كرتيد سو غليو كو يري gabadhii way heydahay way u tagtay tabaan markay u tagtay wiilkii way la sheekaysatay waxay keentay ay soo gelisay dariiqii oo wiilkan la rabay misna la damacsana ay soo gelisay runtii wiilkii meeshii wuxuu kugu dhacay wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xarimay oo meeshii ku sameeyay oo muxuu sameeyay zina ee waxaan loo jeegayno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka ahayn oo meeshii ku sameeyay wiilkii runtii markii wixii uu sameeyay ajeeb waa nolosha aakhir lahda hadii oo adoo qof wanaagsan ahayd ka war qof xun noloshaadu ku soo biiray dartiis aakhirdaad dhan hadaa u seegtid ka war noloshaada dhan yaani wixii wanaagii aad sameeyneysay ugu soo tagtid ka war xanuun waay walaa yaani qof ma tahay madreemi kar illa qof wanaag ku sugan ان رجينا اخرديس جنة انه هلو وناك انه هلو خبري واسع انه هلو يعني كلي ادريمي كرا قفك اني انت اصلا تفكريني هاد ما بدريمي كرا وحيت هاي لبكاس ايو انت اصلا وحيهين ما دريمي كرا مرقى الله مستعان وحال عذي مرقى ويلكي والمعاتي يعني نرشي او قالي وحي ردني ويالا تاي شايدانا ردن ويالي wixii dadan uu yeeshtay runtii wuxuu bilaabay in oo maalin walba uu soo buuxo kaga soo hormar hada safarkiina uu waa khalas waxa la taagan yahay meesha ugu dambeysa la taagan yahay safarkii waxa la taagan yahay meesha ugu dambeysa la taagan yahay oo waa la bixi raba Allahu musta'an wuxuu yiri waxaan aad ugu xumahay in ayaamahayga dhan anigoona meeshaas aanan tagin ay ku dhamaatay beri waa bixi rabnaa aniga beri hada waa bixi rabnaa laakiin mar rabo meeshaas inaan ka haro lacag badan intoo qaato meeshii oo runtii ku soo dhaxay ilaa iyo subaxii meesho jiray markaan waa la bixi rabaa kaptankii oo markabka waday wiilkan aad u jeclaa wuxuu yiri aaw malasku imaada dadkii dhan ma imaadeen runtii dadkii dhan waxay dhahayn haa waa wada imaanay anagu waa wada joognaa yaa maqan waxa la ogaaday wiilkii ahlu taqwa ahaa inuu maqan yahay dadkii dhan way yaabeen wiilkan ma maqnaan jirin ayaantaan salaad kuma aragno maxaa ku dhaca ayaantaan ma dugado maxaa ka sii ah wiilkii kale saaxiibkiisa ahaa oo dhibaatada dhanba si mas'uulka ahaa wuxuu yiri meesha uu jiraana idin sheegay xagoo jira meeshaas uu jira wuxuu yiri kaptankii meesha uu jiraba hal laga keeno wiilkii
waa la raadiyay meeshii loo tagay soo baxa la ani meel ma u socday oo yiri cimrigeyga inta ka dhiman waxaan rabaa inaan meeshan ku dhameysto ma rabaa inaan noqdo kaptankii wuxuu yiri wiilkan hala soo kaxeeyo hala keen xoog xataa lagu soo wado hala keen hala soo saaro markabka waa la baxay dadaa isxilqaamay way baxeen waa la soo waday markabkii xoogaa lagu soo saaray markabkii xoog marka lagu soo saaray subxaanallah waxaa dhacday marka markabkii markay la keenay wiilkan wuxuu bilaabay oohin aan kala joogsi lahayn markabka intuu socday asiga wuxuu ahaa mid ooya habeen iyo maalin wuu oynaya waxaa uu imaaday kabtankii oo markabka waday uu imaaday wuxuu yiri maxaa uu oynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waa qafuur raxiin waa shadiid alciqaab shalib waxaa aheeda wiil aad u wanaagsan wiil taqi ah wiil ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ahlu salaad ah waa lagu jecel yahay dadkoo dhan way ku jecel yihiin marka hadda waxaa samaysaa wuxuu yidhi maadaama qaladkan aa gashay oo maanta nadmaan aa ka tahay aa ka shalaynaysid laakiin qaladkan shalay aa gashay laakiin aa ka shalaynaysid ilaahay wuxuu jecel yahay dadka qaladka galo oo ka shalaayo nadmaan ku noqdo oo dhaha ilaah waan galay ilaah waan ka shalaynayaa i cafi ee khalaas maadaama salaadihii kaa tageen shalay aa ka taagan tahay ilaahay cafis weydiiso ilaahay waa shadiidulciqaab waana qafuururaxiim markaas wuxuu yidhi ani taas kama shalaynaye xanuuna igu dhegan uu yidhi xanuuna ahaay meel layga haystana ma garanayo laakiin xanuuna ahaay ee waxaa layga haystaa qeybta farjigaa layga haystaa wuu yaabay runtii wuxuu yidhi waxa saankaaga oohinaya ma xanuun baa ahaa dabcan dhaqaatiirta oo markabkii saarnaada la isku keenay markii la isku keenay meeshii haddii la furay maxaa fiirin kartaa yacni subxaanallah tixriyaa ka socdo tixri allaahuma najanaa allaahuma najanaa aqr laxda in nolosheena sidaas ay noqoto allaahuma najanaa ilaahu subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwa qaatumadooda u wanaagsanaato ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwa taqwada wanaagga xishoodka xijaabka hadalka wanaagsan ee bilaabaan godka ay la galaan ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala runtii cajiib waay qisadan aaday mu'ahar iiga dhigta runtii aad i aad ilaahay subxaana wa tacaala qaatimada hanoo toosiyo ilaahay dariiqa saxda ah nagu toosiyo wallaahi allaah mustacaan wiilkii runtii dhaqaatiirtii wax way ka qaban waayeen sidii uu oynayaa xataa tii rabbi u timid meeshii uu ku dhintay wiilkii shalay la jeclaa in loo soo dhowaada maanta in loo soo dhowaado dadkoo dhan way ka waswasaayaan urkiisa subxaanallah ilaahay subxaanah wa tacaala qaatumada hanoo toosiyo ilaahay xaqa hanagu dil ilaahay dariiqa saxda ah hanagu toosiyo runtii waa qiso aad ii saamaysa waa qiso aan nolosheyda bedeshay waa qiso aan daqiiqadaha aan aqrinayay nolosheyda wax kale ka dhigtay bal ka waran adigii wanaagsanaa noloshaada gadaal ay ka hallowday allaahuma najanaa allaahuma najanaa walciyaadu billaah walciyaadu billaah runtii aada ugu xumahay maanta in heerkan aan hortiina ku gaaro aada ugu xumahay inaan sidaan aan ku noqdo hortiina oo emotional aan ku noqdo aada ugu xumahay igaraale noqda qisada saameyn weyn igu yeelatay marka waxaa rajaynaa inaan wax badan aan ka fahamnay dadka xun aan nolosheena ka jarno dadka wanaaga aan la socno qofka xun haddii intaan wax u sheegi karno aan u sheegno haddii mar koobaad labaad saddexaad wax naga qaadan waayaan nolosheena qalaas aan ka wada jarno dadka xun nafteena uma wanaagsana aakhiradeenana uma wanaagsana adduunkeenana uma wanaagsana dadka xun nolosheena aan ka jarno insha allahu tacaala waa walaashiin jawaar xuseen oo idan la kusoo dhawaada channelkayga waxaa idinka codsanaa inaad subscribe ay saartaan asxaabtiina ala wadaagtaan wixii ra'yigiin commentiga ay ugu reebtaan liketina dhiirigelina ii tahay insha allahu tacaala inaad like ii saartaan kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqa idan rajayna qisadeena meeshay ku dhamaato dabcan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu